حاليا أعمل على أكبر خريطة ذهنية لروابط الشركات الداعمة لأندرويد في العالم. كل اللي عليك تضغط كليك على الشركة وتروح النسخة الأولى لأكبر خريطة ذهنية تجمع الشركات وروابطها في العالم الداعمة لأندرويد، تلقاها في الموقع. مساكم الله بالخير، 27/6 تسجيل من HTC U11 بعد تحديث الكاميرا الأخير. تحديث الكاميرا هو تحديث سوفت وير وليس فريم وير. صدر لي كاميرا HTC المفروض ان احسنها، اجرب اعطيه فرصة. اليوم جديد موتورولا، اغلب مقاطع الفيديو هي مقاطع ما قبل الحدث قريبا، يعني اليوم اغلب مشاكل موتورولا اللي اسمعها من الناس بان الواجهة غير مناسبة، لا هي محسوبة علينا خام ونحصل على التحديثات اول باول، وصرحت موتورولا انها ما راح تعطيك اصلا، ولا لها واجهة ثابتة واضحة تبين معالم موتورولا، هي تحاول تقرب فكرتها للخام وهي جيدة ترى. قدمت لكم اليوم خريطة ضخمة للشركات التي تتبنى اندرويد بروابطها، تقريبا اكثر من 60 شركة، وسأحدثها قريبا باذن الله. تم الاشتراك بموقع الخرائط الذهنية اونلاين والمدعوم بروابط والمدعوم بلوجو الموقع ورابط مباشر له، وراح اشارككم بالروابط والمصادر كل الخرائط الذهنية اللي انا سويت في عالم اندرويد، راح ارفعها بالتدريج لنفس الحساب اللي راح اعطيكم رابطه قريبا. من الروابط المجددة أنواع التايب سي ومصادرها، تضغط كليك على USB دش موقع USB الرسمي اللي فيه المعلومة والسرعة والفيرجن النسخة. راح أعتمد الخرائط الذهنية حتى لروابط سيرفر الملفات، وراح أحط له صفحة في الموقع علشان تقدر تتابع أول بأول. في خريطة صار لمدة طويلة أسويها لخريطة الهاتف من الداخل، هاردوير الهاتف، راح أسوي نسختين، نسخة جامدة غير قابلة للتعديل ونسخة قابلة للتعديل. فاصل طويل شوي. مساكم الله بالخير من جديد. المفروض ان هذا افضل سيناريو تشوف فيه HTC U لتحديث الكاميرا ولتحديث سناب الاخير، افضل من هذه الصوره المفروض ما فيه. اذا هذا افضل سيناريو للجهاز للتصوير من خلال سناب شات، ويختلف تصوير سناب شات عن انستغرام عن التصوير العادي. قرأت كتاب عن التطبيقات المفتوحه الحره في عالم ويندوز وعالم لينكس، طلعت منها بالتالي: والتطبيقات الحره حلوه وحنا حلوين وانتشارها وقوتها واي احد يعدل عليها ونحن والمصدر وهذا اللي منتشر. طبعا لفتره طويله من الزمن انا كنت استخدم لينكس، يعني استخدم جهازي الاساسي وكان عندي اجهزه مخصصه للينكس منها 76. في عالم ويندوز في سلسله لا باس بها من التطبيقات الحره، بس خلونا نفكر شوي بعقل. ما المقابل؟ ما المقابل؟ لكن لو نظرنا بعقل راح نشوف ان التطبيقات المغلقة المدفوعة اقوى بمراحل من التطبيقات المفتوحة. الاستثناء الوحيد في الانظمة مفتوحة المصدر اللي نجحت هو نظام تشغيل اندرويد. باقي الانظمة ما حققت شيء، لينكس ما حقق شيء، كم صار له؟ ما قدر ينافس ويندوز. بعد تفكير مدة طويلة واستخدام كثير من الانظمة المفتوحة، عرفت امر: نظام التشغيل مفتوح المصدر يجب ان يكون مدفوع الثمن وتطبيقاته مدفوعة. نظام تشغيل بتطبيقات مدفوعة يساعد على استمرارية نظام التشغيل ودعم المطورين له. أنا ما أؤمن بالصدفة، للتو وصلني إيميل للشركة اللي ذكرت اللي هي 76، أوريكم إياها. شركة سيستم 76 هي شركة الناس المهووسين بلينكس، فهي الوحيدة اللي تقدم لابتوب لينكس بدون شعار ويندوز على الكيبورد. والله لينكس جيد، جربته مدة أنا، يعني إذا تعودت عليه ويقدم الكثير خصوصا إذا كنت محترف، لكن وحيد. في وجهة نظر شوي حادة بأن أنظمة التشغيل مفتوحة المصدر على PC أقرب للتعليم، أقرب للطرف الفكري العلمي، مو أقرب للحاجة. ويندوز اليوم يقدم كل ما يحتاج الشخص، حتى بدائل الأوفيس اللي أنا قدمت لكم سابقا واللي هي موجودة وتم تحديثها ما تنافس أوفيس مايكروسوفت، ما تنافسه. لينكس جميل ولطيف ويعني وفي شيء ممتع، بس استخدام يومي وشرح يومي ودعم لا. ننتظر الحين اندرويد الحقيقي المدعوم على PC وعلى اللابتوب الحقيقي اللي يركب على الكل، مدعوم من جوجل. هذه خطوة ممتازة. يبقى لنا نقطة وهي نقطة مهمة بصراحة، يعني تواجد اندرويد على PC او اللابتوب لازم يتبعه الاستفادة من هذا العتاد. لا شك ان اندرويد حقق الكثير في عالم الهاتف، عالم التابلت يحتاج، عالم PC تو الناس يحتاج وقت. واضح بأن جوجل ما يهمها هذا الأمر، لأنها متبنية بشكل عنيف نظام كروم وخلت كروم يقبل تطبيقات APK، فهي تركز في مكان ثاني، ما تبي اللابتوب. أتوقع خلاص كافي ركود،
السوق راكد صار له مده، نحتاج تقنيات احدث، تقنيات اسرع. احسبها عندك، الهواتف الصينيه كم اعمارها؟ متى تاسست؟ كم باعت؟ كم لا زالت تبيع؟ فرصتها كبيره. اذا الانظمه مفتوحه المصدر على البي سي ما حققت كثير، الدليل حصه ويندوز في عالم البي سي. اما في عالم اللابتوب فلا زالت حصه ويندوز اكتساح. جوجل تلعب في اللابتوبات الخفيفه منخفضه الثمن للطلبه وللقراءه وللتصفح، ونجحت في هذا العالم وتاخذ شوي شوي بالتدريج. شركات صينيه خلال فتره قصيره بالنسبه لاعمار تاسيسها حققت الكثير واكتسحت، وتوقع لها المزيد وتتحسن كل يوم. سأذنكم حاليا لمتابعه جديد موتورولا ووضعه في قائمه الهواتف للتقييم او التصنيف. ساكم الله بالخير. 28/6 تسجيل من اتش تي سي يو 11 لازر. في بس نقطه بسيطه وجهه نظر عن الاخ العزيز المهندس احمد الزرعوني من الامارات، يعني عنده انجازات يشهد له. قدم وجهه نظر في موضوع مدراء الاي تي، والحقيقه يعني صار في ضغط على ان مدراء الاي تي هم المسؤولين عن الهجمه الاخيره، وانهم ما حدثوا الاجهزه وما حدثوا انترنت سكيورتي. ما راح ادافع عن مدراء الاي تي، مدراء الاي تي جزء من المشكله، وهي الهجمه الاخيره اللي هي وانا كراي ورزن وير وغيرها من الهجمات. لكن الحين علشان تحصل على صلاحيه عاليه للانترنت سكيورتي للناس المختصين، لازم اليوزر يكون ادمن، اليوزر العادي، علشان يحصل على التحديث. مو من الطبيعي ان مدير محاسبه ولا مدير اتش ار تعطي صلاحيه يوزر على جهازه ما يقدر يحمل تطبيق او برنامج هو يبيه. فاذا اعطيته ادمن، الحين هذا مدير وعنده صلاحيه ادمن والف باء اداره، انه يكون عنده اي سي دي ال على الاقل، يعني اي سي دي ال يعرف شلون يسوي ابديت حق الانتي فايروس او انترنت سكيورتي. هني مدير الاي تي مو مسؤول اذا الموظف اللي معاه اي سي دي ال ومعاه مجموعه من دورات في الكمبيوتر ما يعرف يسوي ابديت حق الانتي فايروس، حتى اذا طلب منه يعطيك اوكي. زائد ان هجمه وانا كراي هجمه تدريجيه، يعني بدت بالاتاتشمنت مال الايميل، يعني حتى لو كان المدير يوزر مو ادمن، هي ابتدت بالتدريج بعدين صارت عنيفه. بكل تاكيد ان مدراء الاي تي مسؤوليتهم الامان في الشركه، ولكن اذا الموظفين اغبياء او الموظفين متهورين ترى عداهم العيب المدراء. انا تعرضت لهذه الهجمه من مده، تعرض لها السيرفر، وكان سبب المشكله بعد التتبع موظف محمل تحميل موسيقى مكسور ما ادري شنو، موظف هو السبب مو مدير اي تي. اخذ صلاحيه الادمن من مديره، اخذ الرقم السري عشان يحمل البرنامج يعطيه نيكست نيكست، هو مو فاهم شيء، والبرنامج طلع برنامج خبيث خرب السيستم. فلا يطلع المدير كلب بن كلب لان شركه تعرضت لاختراق. المسؤوليه مشتركه، الموظف لازم بعد يعرف صلاحياته. ولو رحت لمنظمات او جهات محترمه، شروط الداخليه بالشركه ان تحميلك لبرنامج خارجي يعرضك للمساءله القانونيه، هذه مسؤوليه الموظف، لا تقولي مستخدم. يعني علشان مستخدم ما عليه شيء، هو مستخدم مسكين، مستخدم هو سبب المشاكل المستخدمين، وحنا نحل ونرجع. والله يا جماعه كثير من المشاكل الكارثيه المعقده اللي حلها ياخذ اسابيع، يطلع سببها مستخدم، مستخدم ما ادري ايش سوى، حمل عطى صلاحيه ما ادري. يا حرام المستخدم، يا حرام خطيه والله. المستخدم ما له ذنب، ما له ذنب، خطيه والله. يعني لازم نعامل الموظفين معاملة أطفال، قيد 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 صلاحيات، عطى متصفح وإيميل، مو أطفال هذي الرجال، أكثرهم عندهم دورات في الكمبيوتر. أتفق جدا مع أخوي أحمد ومع بعض الردود اللي في الأسفل بأن مسؤولية الآي تي عالية في هذا الجانب، وأن المستخدم مسؤوليته أقل، لكنها مشتركة. فاصل. لحل مشكلة الهجمة الأخيرة وتم تكرار هذا الأمر أكثر من مرة، حدث ويندوز 10 المتواجد في جهازك لأحدث إصدار، وحمل انترنت سكيورتي. ستارت سيتنج ابديت ابديت ويندوز، خطوه سهله جدا، انطر التحديث سوي ريستارت، خطوه رقم واحد انتهت. خطوه رقم اثنين، المفروض يكون عندك انترنت سكيورتي وليس انتي فايروس، انترنت سكيورتي، وانا ارشح بالديفندر وتفعل فيه الرزم وير اللي موجود اون للملفات. والامور سهله للمستخدم العادي لان راس مالك هو خساره ملفاتك. فرمات. على قولة واحد اي تي يقول لي عبد الرحمن انت ايش خسرت غير ملفاتك؟ يعني بس خسرت ملفاتي، بس ما خسرت شيء. عودة أخيرة اليوم، مستخدم يا حرام، يا حرام المستخدم، دمر الشركة يا حرام. ننتقل لموضوع ثاني قبل لا انتقل لموضوع ثاني، له يا حرام المستخدم، يا حرام جاء له برنامج وحمل وضغط نيكست 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 بدون لا اعرف شيء، يا حرام. أذكر قلت لكم من قبل سالفة الـ ICDL،
انا رحت اقدم الوظيفه، فبالوظيفه كان في شروط كثيره كلها متجاوزها، وكانت الشروط للتقديم الوظيفه شروط قاسيه بصراحه. يعني شروطها انك جامعي حديث التخرج ويحمل خبره سنتين. شلون حديث يحمل خبره سنتين؟ ما ادري بس عندي بعدين. وشروط يمشي على الحبل برجل واحد تجاوزناها، يمشي على دين تجاوزناها. انا ما امشي على دين بس دبرت نفسي بذاك الوقت، تجاوزتهم كلهم لين وصلنا الاي سي دي ال في سنه 2000. انا كنت ادرب بالنادي العلمي للناشئين، كنت ادرب وورد اكسل باوربوينت متصفح انترنت اكسبلور ذاك الوقت. بعدين جاني قال لي نعتذر منك ما عندك اي سي دي ال. قلت له اي ولا واسالني اي سؤال بالاي سي دي ال اجاوب لك عاد. قلت له انا عندي دوره اسمها كتسو، كتسو اعلى من اي سي دي ال، كانت تقدمها شركه ابتك كمبيوتر ايديوكيشن. قلت له عندي كتسو ما تنفع؟ فقال لي لا. قلت له طيب عندي باسكال وانت بكرامه، عندي باسكال 1 باسكال 2 للاسف خذيتهم يعني. قال لي لا ما ينفع. طيب سي شارب؟ الشاهد ان هذا المدير مسؤول عن توظيفي يطلب مني اني احمل اي سي دي ال في وظيفه علاقات عامه، وقفل علي. طبعا هو المدير اللي نظر عليك، اللي نظر هذا اللي يوظفك ما عنده اي سي دي ال اصلا، يطفي الكمبيوتر يشلع الواير مشي الحياه يعني. وهذا الكلام قديم، هذا صار له 7 سنوات في شروط القبول لوظيفه عاديه. فبالك اليوم فلا تقول لي المستخدم ما عليه مسؤوليه، لا واخرتها الموظف هذا اللي يخرب لك السيستم واللي اخر شيء مسؤولي على الاي تي يلعب جنجفة، وإذا جاء له الشغل الحقيقي يقول السيستم عطلان. في موضوع السيستم عطلان تذكرت أمر، أنا كنت في مطار ما أذكر، الشركة قالت لي السيستم عطلان، فلما شفت الأمر قلت له أنا ممكن أصلح الجهاز. قالت لا ممنوع لازم الـ IT يجي. نطرنا نص ساعة لما جاء الـ IT وصل سلك الـ BGA معلق. آخر أمر اليوم أنا كنت في جهة حكومية موظف، فكانوا يستخدمون للبروجيكتر سلك VGA يمدونه من السقف للسنتر فرحت اشتريت وايرلس VGA، قطعة تركبها باللابتوب تشبك وايرلس مع بروجيكتر. شنو صار؟ سهلت عليهم الواير الطويل هذا اللي يغيرون كراسي علشان يوصل، وأمره طويل حولوني الشؤون القانونية. وهني كان السؤال العظيم اللي سألني يا مسؤول الشؤون القانونية اللي لا يفقه شيء بالآي تي، من سمح لك تشتري جهاز $500 على حسابك؟ فقال لي ايش دران القطعة دي فيها ايه؟ ايش دران؟ يمكن تجسس. عموما الى لقاء اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.